FM. الكلمة ليك. نفس التوجه هذاك تاع كلي صارت فيه توثيقة كارتاج يتفقوا الأطراف الكل الاجتماعية والاتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين الأطراف اللي هما فاعلة في البلاد يتفقوا ويعملوا برنامج للبلاد ما عادش برنامج أحزاب مش كل حزب يجيب باش يعمل لي برنامج من راسه ويقعد يدافع و50% يقولوا إيه ولا 30% ولا 40% يقولوا إيه و60% يقولوا لا خاطر النظام الانتخابي متاعنا ما يخليش حزب ياخذ الحكم وحده هذا النظام بالنسبية ما نجمش حزب يعدي 30-40% احنا خلطنا 40% في نداء تونس ولا 39% تسمى عملية كبيرة ياسر اللي خلطنا لها وانا نتصور اللي صعيب ياسر باش حزب يخلط أغلبية ويخلط يعمل برنامج معناها باش نقعدوا في حلقة مفرغة لحزب باش تعمل برامج وغير قادرة تطبيقها باش تقعد تونس الدولة التونسية ما عندها حتى برنامج والحكومة ما عندها حتى برنامج اش معناه باش تقعد نخدمه حكومة تسيير أعمال على 50 سنة هذا اش باش يصير هذاك علاش يلزم نلقاو حل باش نعملوا برنامج للدولة التونسية ما عنده حتى علاقة بالأحزاب خليهم الأحزاب على جهة يعملوا هما توجهات يعملوا حاجات أما برنامج لازم كما برنامج اللي أي حكومة تجي يلزمها هي تمشي في البرنامج هذا ورئيس الجمهورية عنده شرعية تامة علاش على خاطر هو الوحيد اللي منتخب بأغلبية التوانسة بالضبط يمثل أغلبية التوانسة في رئاسة الجمهورية هي المؤسسة اللي تعمل برنامج البلاد أما مع كل الأطراف كما صارت وثيقة كارتاج أما بصفة أخرى ما دستورش برنامج اليوم دستور جمهورية التونسية لا ماهوش برنامج مبدأ العامة نتاع البرنامج تحكي عليه أنت اليوم لازم يكون برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي وثقافي هذا البرنامج يكون ويزم يكون برنامج على 20 سنة 30 سنة كي تاخذ انت تو في الصين كي تمشي في الصين تقول مش قاعدين يعملوا عندهم برامج الحكومة الصينية تبدل الحكومة وتبدل ولو عندهم انتخابات داخل حزب هما عندهم خصوصياتهم يتبدل كل شيء اما برنامج الدولة عمره ما يتبدل هذاك هو البرنامج اللي قاعد ماشي كي نحبوا نبدلوه الناس كل مع بعضنا مش حزب يبدل لي برنامج ياخذ بدل لي برنامج الشرعية الماضية و... لا انتخابات المرة هذه ربحناها احنا جاي ربح حزب واحد اخر يبدل لي برنامج ياخذ بعد تدخل بعضها البلاد مش لعبة البلاد وانت نشوفش لعبة بالمواطن التونسي الضامن هو رئيس الجمهورية الضامن هو استمرارية البرنامج رئيس الجمهورية انا اقتراحي ما لقاش مؤسسة اخرى اللي هي قادرة باش تعمل البرنامج هذا هذاك علاش اليوم حكومة الوحدة الوطنية ما عندها حتى برنامج وما تنجم تعمل حتى برنامج وضايعة هاني نقول لكم حاجة ضايعة تعمل هاي البنوك عندها مشاكل هاي نعملها نخصصها في القفصة ثم مشاكل هاو نعطيهم مش يحبوا في الجسم وفي الجسم قرقنا ثم مشاكل بيتروفاك انصح لهم اللي يحبوا كلام توا هذا هذه خدمة متاع حكومة هذه خدمة متاع حتى في شركة مؤسسة ما تخدمش هكاك هذاك علاش يزمنا نرجعوا خليها تخدم أنا نعتبرها اليوم حكومة تصريف أعمال خليها تخدم هكا باش تحل المشاكل اليومية ونقعدوا مع بعضنا الناس الكل ونقدوا برنامج حقيقي لا علاقة له بالانتخابات الكلمة ليك